مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك استاذه مرام، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ عايزه حضرتك تطمنينا وتطمني كل المشاهدين على الجو النهارده. فوجئنا بامطار غزيره جدا جدا وفجاه، ولسه يعني تقريبا لغايه من ساعتين كانت مستمره، مش عارفه دلوقتي لسه مستمره ولا ايه الاخبار؟ هو طبعا فعلا احنا توقعنا حاله من عدم الاستقرار، يعني هي الامطار ما تعتبرش مفاجاه، احنا محذرين منها من الاسبوع الماضي ان احنا هنشهد حاله من عدم الاستقرار بدايه من اليوم وتستمر معانا غدا ان شاء الله. بدات هذه الحاله منذ مساء امس واثرت على المناطق الشماليه مطروح واسكندريه ودمياط وبورسعيد، وايضا امتدت لكفر الشيخ والبحيره. اما اليوم شهدت العديد من المناطق محافظات الوجه البحري، وتعتبر كافه محافظات الوجه البحري شهدت امطار كانت متوسطه الشده ورعديه. اما بالنسبه لمحافظات القاهره الكبرى فشهدت امطار كانت متفاوته الشده ما بين خفيفه الى متوسطه، وكانت مصحوبه ببعض ضربات البرق والرعد في بعض المناطق. طبعا امتدت هذه الامطار ايضا لمحافظات شمال الصعيد ومدن القناه وسيناء. المتوقع خلال الساعات القادمه ان شاء الله غدا الاحد هتخف حده حاله عدم الاستقرار، هتبدا تهدا الى حد ما كثافه الامطار. يمكن السواحل الشماليه ما زالت متاثره بامطار متوسطه الى غزيره، وخاصه الاسكندريه وكفر الشيخ والبحيره، وده هيستمر معانا في الساعات القادمه وغدا ايضا الاحد ان شاء الله. اما بالنسبه للمناطق الداخليه محافظات الوجه البحري غدا هتكون الامطار خفيفة إلى متوسطة الشدة. بالنسبة للقاهرة الكبرى هتكون الأمطار خفيفة إن شاء الله، وتمتد لبعض المناطق من شمال الصعيد ومدن القناة. بالنسبة لسيناء غدا المتوقع سقوط أمطار متوسطة، ممكن مع فترات اليوم تشكل بعض السيول الخفيفة، وخاصة نظرا للطبيعة الجغرافية والطبيعة الجبلية لهذه المناطق. اعتبارا من يوم الاثنين يبدأ يكون في تحسن تام في الأحوال الجوية على معظم مناطق الجمهورية، وتعود الشبوره المائيه للظهور في الصباح الباكر، وتنحصر فرص سقوط الامطار على المناطق الشرقيه شمال سيناء تحديدا. اما باقي مناطق الجمهوريه تنعدم تماما فرص سقوط الامطار يوم الاثنين القادم ان شاء الله. طيب دكتوره ايمان، يعني معنى كلام حضرتك ان بكره ان شاء الله باذن الله المطر هيكون كمان اخف من النهارده وهيكون اخر يوم للامطار. ده فعلا حقيقي، بكره ان شاء الله هيكون اخف النهارده، لكن المناطق الشماليه ما زالت مستمره ما بين خفيفه متوسطه، قد تحظر في بعض فترات من اليوم زي اسكندريه زي كفر الشيخ زي البحيره زي دمياط زي بورسعيد هذه المناطق. طيب عايزه حضرتك تقولي لنا بقى بعض التعليمات اللي نتبعها في ظل الاجواء اللي موجوده دلوقتي بالنسبه للاطفال وللكبار كمان. هو طبعا بالنسبه للكبار متابعه النشرات الجويه ده شيء مهم جدا، لان احنا في اخر شهر فصل الخريف مقبلين على فصل الشتاء، هتبدا تكون في تغيرات جويه كتير في الفتره القادمه، فمهم ان احنا نتابع ما هو مقبلين عليه ونشوف النشرات الجويه اول باول. ارتداء الملابس الشتويه وخاصه في ساعات الليل والصباح الباكر، وطبعا مع عوده الاطفال للمدارس ان شاء الله يوم الاثنين يبداوا يرتدوا الملابس الشتويه، لان طبعا الجو بيكون بارد في ساعات الصباح الباكر. مهم جدا القياده بهدوء اثناء سقوط الامطار، وخاصة المناطق اللي فيها أمطار غزيرة، وطبعا أيضا أثناء تكون الشبورة المائية اللي أحيانا بتكون كثيفة على بعض الطرق وخاصة الطرق السريعة والزراعية. مهم جدا عدم الوقوف تحت أي أشجار أو لوحات معدنية أو طبعا عمارات أو بلكونات متهالكة، تجنبا لسقوطها في حالة نشاط الرياح طبعا زي اللي حصل النهاردة في بعض المناطق، كان في نشاط رياح على بعض المناطق. مهم إن احنا نبتعد عن ملامسة أي أعمدة كهرباء أو أكشاك إنارة أو طبعا أي لوحات معدنية، تجنبا الإصابة بأي صواعق كهربية لا قدر الله. دكتورة إيمان شاكر بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك جدا. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.